اليوم نحتفل احتجاجا بفاتح ماي العيد الأممي، نظرا لأن الحكومة لم تفي بوعودها كاملة. وعدتنا بالتنمية، وعدتنا برفع نسب التشغيل، ولم نرى إلا البطالة، إلا تدني نسب التنمية، إلا حوار اجتماعي مبتور لم تنفذ لحد الساعة اتفاق 26 أبريل 2011. اليوم نقول للحكومة بعلو الصوت من فاتح ماي أننا ننتظر أن تفي بوعودها التي قطعتها، وعودها الانتخابية. ونقول بأن كل القطاعات لا زالت لحد الساعة غير راضية على ما أنجز من إنجازات. ونقول بأن نريد حكومة التزامات تفي بوعودها وتنجزها، لا حكومة كلام وشعارات. لازلنا ننتظر رغم توقيع الاتفاق وقعناه على مضض بعد 7 سنوات وما يزيد من الجفاف، لأننا سميناها 7 سنوات عجاف. إذا كنا مكرهين على توقيع هذا الاتفاق لأننا ننتظر الكثير، ولكن نقول بأننا اكتفينا بسد الرمق من أجل مواصلة النضال، وهذا ما يؤكده شعار الاتحاد العام للشعائر المغرب أننا مستمرون في النضال من أجل استرجاع الحقوق والمكتسبات. نقابتنا الاتحاد العام الشغالي لا تشيد بهذا الاتفاق على كونه أنه اتفاق جاء بالفتوحات المبينة، ولكن نقابتنا عرضت هذا المقترح على المجلس العام وصوتت عليه بأغلبية ساحقة. ثانيا، نحن نؤمن بالمنطق النقابي أنه لا يمكن أن نبدأ من هدف كبير، لا بد أن نتدرج، نقول نأخذ ما هو لدينا لكي نطالب بما هو أحسن وسنجوده وسنناضل من أجله. ثم هذا الاتفاق الاجتماعي يضمن لنا كذلك أن يبقى الحوار مستمرا، وأن يبقى الحوارات القطاعية مستمرة. إذن لا بد أن نبدأ، المشكل هو البداية. منذ 2012 لا شيء جاء بجديد، إذن هل نبقى مكتوفي الأيدي حتى يكتمل شي حاجة شي نهار؟ لا يمكن. إذن لا بد أن نقبل بهذه الزيادة ونعتبرها بداية نقاش أو حوار حقيقي ومفاوضات حقيقية داخل تعاقد اجتماعي واضح مع مؤسسة حوار اجتماعي واضحة. لا يمكن نبقاو حنا فوق ما بغى الوزير الأول ولا رئيس الحكومة يعيط لنا، واللي ما يبغيش ما يعيطناش. إذن هذا بعدا مكسب. ثم كذلك لابد أن نقوي العمل النقابي، لابد. راه نفس المشكل اللي حاصل في السياسه راه حاصل في النقابه. اذا نجب ان نبحث عن نموذج نقابي جديد باحتجاجات جديده، بمطالب جديده تتلائم ومعطيات او تحولات العصر التي نعيشها، ولا سيما التحولات الاجتماعيه والتي هي تحولات عميقه في بلادنا. شوف، احنا كنقولوا لابد هذه الحكومه من حيث جات 2012 وحصلت في النقاش، فطبيعي من 2000 هنا حتى دابا عندك واحد 6 سنين ولا 7 سنين ما كاينش نقاش. شنو كيوقع؟ كيوقع تضخم في المطالب وتناسلها. هاد المطالب كانت حسمت نهار الاول ما غتبقاش، هذا هو ما نعيبه على الحكومه. الحكومه جاءت بمنطق انها هي التي تملك المقود وهي التي تسير وهي كذا، وتناست انها تمس في واحد الشريك اجتماعي الذي يقوم بمهمه اجتماعيه لا يجب ان تضعفه. فبقى واحد البون ما بين المفاعل الاجتماعي والفاعل السياسي، فكل ما كبر الا تكون هذه الاحتقانات، ولكن كل ما تقربت الرؤى ستذوب الاحتقانات، لن تذوب دفعه واحده لان كلها اغلفه ماليه مهمه. اذا ولكن على الاقل سوف تبرمج وسوف يناقش فيها ما هو معقول سيكون، والذي ليس معقولا لن يقبله احد.